كيف هو تمام؟ حافظ مثلا مرة الامتحان ولا لا؟ كويس كويس يا فندم. يعني اسمع يلا نروح ان شاء الله. طيب اليوم امبارح اخذت محاضرة مع الدكتور ميس مسعود. اخذت الانتروداكشن تبع امبارح. طيب اليوم راح نحكي عن الانكيبيشن. وظل في عندنا كمان محاضرة الأسبوع الجاي عن الانكيبيشن. كتعريف air pollution عبارة عن contamination سواء كانت indoor أو outdoor تحتوي على مواد سواء كانت chemical أو physical أو biological agent هاي بتكون موجودة بتأثر على اللي هي natural characteristic of the atmosphere تأثر على التراكيب بتاع الغلاف الجوي تمام؟ إذا هي عبارة عن ملوثات سواء كانت خارج المكان إحنا indoor نحكي كقاعة كبيت مكتب هذا الاندور او الدور اللي هو الخارجي اللي هو زي ما حكينا اوائل السيارات مصانع حرائق السورس اوف اير بولوشن هلا السورس اوف اير بولوشن شو في عندنا احنا مصادر لتلوث الهواء في عندنا الموبايل سورسز اللي حكينا عنهم مثل السيارات الكارز والتراكس والباصز والهدول هذول كلهم يعتبروه يسموه موبايل سورسز في عندنا ستيشنري سورسز اللي مثل ايش؟ مثل الفاكتوريز مثل المصانع المصافي الباور بلانتس الاندور سورسز اللي هي داخل القاعه مثل التدخين اي شيء تدخين الكليننج لما تنظفوا الاخرى المتصاعده هاي بتكون مثلا داخل البيت برضه كمان هاي تعتبر ملوثه اذا هذول يعتبروا السورسز اوف اير بولوشن فينا بعض الحقائق تقولها طبعاً كل يعني أي معلومة اللي بتأخذوها من دراسات هي بتأكد شو علاقة الانفيرمنتال فاكتور بتأثيرها على الصحة تمام؟ زي ما شايفين هون عندنا تقريباً حوالي 23% وفي global death من الوفيات اللي هو تقريباً 13 مليون linked to environmental factor هذا عالمي okay the WHO estimated إنه air pollution هو مسؤول عن 9 million deaths every year
هلا بشكل عام كانفيرمنتال فاكتور حوالي تقريبا يعني 13 مليون هذول هم مرتبطين بالانفيرمنتال فاكتور الامراض يعني الديث بشكل عام. هلا من هذول ال 13 مليون في 9 منهم المسؤول عنهم اللي هو الاير بولوشن هذول ال WHO يعني من دراساتهم وجدوا انه 9 مليون للوفيات مرتبطين بالاير بولوشن بسبب الاير بولوشن. حوالي 3 مليون وفاة بالسنة are linked to exposure to outdoor air pollution. يعني من هذول التسعة في 3 مليون للاوتدور، الستة اندور. اوكي حوالي 90% من air pollution related death occur in low and middle income countries، وهذا الشيء اتوقع ممكن تستنتجوه انه في دول low and middle income countries يكون air pollution عالي فيها بسبب استخدام مثلا سيارات قديمة تطلع منها دخان وتطلع منها زي هيك شغلات. اوكي يعني كلية هذي بتكون ضعيفة شوي. هلا بهي اللي شايفه هون انه الـ air بشكل عام بيحتوي على مجموعة مركبات منها اللي هي نيتروجين 78%. انتم بتعرفوا ان النيتروجين هو احلى نسبة بالهواء، 21% اوكسجين و 0.9 هيدروجين و 0.04 كربون دي اكسيد. عندك يعني مكونات الاتموسفير. هلا هون اليوم تقريبا قريب المعلومه ما عندي لكم ذكريات اول ثانوي صح؟ هلا انا في اورت تايمز الاتموسفير في عندنا اربع طبقات، اول طبقه اسمها التروبوسفير، هاي الطبقه سطح الارض، طبقة ملاصقة لسطح الأرض هي تسموها التروبوسفير من 8 إلى 18 كيلو. في عندنا ستراتوسفير اللي هي أب تو 50 كيلو متر، هون الأوزون هاي الطبقة بتعمل امتصاص للألترا فايلت الأشعة فوق البنفسجية من وصولها للأرض. بتعرفين لون هاي الطبقة إذا وصلت هاي الأشعة فوق البنفسجية للأرض بتعمل كوارث. في عندنا الميزوسفير اللي هي أكثر من 50 كيلو متر، وفي عندنا الاتموسفير الاندكسوسفير اللي هي طبقة الاتموسفير الطبقة العليا. يعني بس هاي معلومات لحتى احنا نعرف الاوزون وين مكانه. هلا اير بولوشن احنا عرفناه، ممكن نعرفه انه كهيت بروتكشن اوف كيميكال فاكتوري ماتر اور بيولوجيكال ماتر ذات كوز الهارم. اوكي بيهمني وين تعرفون في شيء اسمه فنتيليشن. فنتيليشن هو ايش؟ تهوية. التهوية عبارة عن بروسيس، هاي البروسيس سواء supplied and removed from the indoor space by natural or mechanical means. بمعنى إن إحنا الventilation هو كيف إحنا نتخلص من الهواء إما بطريقة طبيعية، طريقة طبيعية إن هاي غرفة فيها عدد طلاب كثير مضغوطة شوي، بنعملها ventilation، نفتح شبابيك، نفتح الأبواب، نفتح نعمل تهوية. الميكانيكال طبعا هذا بيستخدموه control indoor air quality. هذا ممكن تشوفوه انتو بالاي سي يو، انا راح ابدا اشرح الاي سي يو. بالاي سي يو الفنتليتر نحط له مرضى الفنتليتر، هذول بيكونوا هلا احنا بالجو العادي هاي يعني الجو حاليا اللي يكون فيه بعض الميكروبات. هلا مرضى الاي سي يو اللي في عندهم يعني المناعه بتكون قليله عندهم زي هيك ما بيتحملوا يعني اي ميكروب بفوت عليهم، بيضطروا انهم يركبوا فنتليشن او فنتليتر يركبوا لهم اياه لحتى ما يدخل هاي الميكروبات، يكون الهواء نقي 100%. هذا موجود بالاي سي يو. ومرضى كورونا اذا حدا شاف كان يعني مكان روح واحد على الاي سي يو يكون فنتليتر عاده يعني نسبه قليله انه يرجع طبيعي. هلا في عندنا كلاسيفيكيشن للاير بولوشن، اكثر من كلاسيفيكيشن او كلاسيفيكيشن حسب الفيزيكال ستيت. في عندنا سواء كان غاز ولا ليكويد ولا سوليد. حسب الفيزيكال ستيت في عندنا 3 تايبس اللي هو الغاز والليكويد والسوليد. هلا فينا هذا الكلاسيفيكيشن اللي هو حسب الريجن ذا اتموسفير، كيف بصير الاتموسفير. في عندنا برايمري اير بولوشن وفي عندنا سكندري. برايمري وسكندري. هلا البرايمري يعتبر ذا هارمفول سبستانس ذات از ايميتد دايركتلي انتو ذا اتموسفير اللي بتنبعث مباشره للاتموسفير مثل ايش؟ مثل سي او، سي او 2، ان او، ان او 2، هاي تعتبر برايمري. السكندري اللي هي هارمفول سبستانس فورم ان ذا اتموسفير، هي التفاعل او الانتر اكشن بصير ما بين البرايمري اير بولوشن مع
other المكونات الأخرى الموجودة بالأتموسفير، هذا يعتبر secondary air pollution مثل SO3 H2O SO4، هذا لازم تعرفوه. يعني هذا الجدول مهم لتعرف انه هون في عندنا حسب الاير بولوشن كلاسيفيكيشن حسب الكيميكال، سواء كان بارتيكليت ماتر ولا نيتروجين اوكسايد سلفر اوكسايد كربون اوكسايد الهيدروكربون الاوزون، مهم تعرف هذول الاسماء بالاضافه ل ايش الاختصار تاعهم. مثلا تحكي لي الليد مثلا بي بي يعتبر برايمري، تعرف انه برايمري ولا سكندري. اوكي هذول هم نفسه الميجر كلاسز في البولوشن اللي حكينا عنهم، نحكي عن كل واحد فيهم حاليا. في عندنا بارتيكليت ماتيريال، هذا الجو حاليا انتم فيه جسيمات موجوده انتم مش شايفينها، بس ممكن في ملوثات موجوده حاليا بس انتم مش شايفينها. هاي بقول لك thousands of different soil or liquid، ممكن تكون على شكل soil or liquid particles suspended in the air. ثلاثة مع بعض باقي بالكافتيريا، صح؟ صح؟ بقول ثلاثة مع بعض باقي بالكافتيريا. المصعد تأخر فيه. المهم شو بدكم طول السيرة؟ وانا عندنا thousand different soil or liquid particles suspended in the air. إذا هذول عالقات بالهواء. آلاف من هذول الجزيئات موجودة بالهواء على شكل إما سويد أو ليكويد. طبعاً إيش يعني مكوناتهم؟ سواء سويد بارتيكلز، ليد، أسبستوسس، سي سولت، سلفريك أسيد، دروبليتس. أوكي؟ طبعاً هذول البارتيكل ماتر ماتيريالز هذول بيكونوا دينجرس فور تو ريزن. أول إشي إنهم بيحتوى على مواد توكسيك أو كارسوجينيك، مواد سامة أو مسرطنة. بالإضافة من small particles can become locked in the lungs، يعني ممكن أنها تستقر باللين، ومع الزمن ممكن يصير في عندك مشاكل بالتنفس، يصير في difficulty of breathing مثلاً. أوكي. شو معها هذه؟ بس بالوقت الحالي ما يصير معك شيء، بس مع الزمن مع التراكم هذا ممكن يصير معك. على فين النيتروجين أن سلفر أوكسايد؟ النيتروجين أوكسيد هو عبارة عن gases. هاي gases produced by the chemical interaction ما بين النيتروجين and the oxygen at high temperature. إذا تفاعل ما بين النيتروجين والأكسجين على درجة حرارة عالية بتسبب greenhouse gases وبتسبب كمان difficulty breathing. على greenhouse gases يعني أنا ما بدي تفاصيل زيادة كثير، بس إنه عرفوا إنه greenhouse gases بتذكروا تسمعوا قبل الضباب الدخاني موجود في بعض المدن الأوروبية. خصوصاً بحالة الصباح الصباح الباكر لما بتكون مغيم الدنيا وزي هيك، بتكون نتيجة انبعاثات وتفاعلات مع مواد الغلاف الجوي وبتتشكل الجرين هاوس اللي هي غازات الاحتباس الحراري نتيجة طبعاً يعني عوامل أخرى. أنا ما بدي تفاصيل زيادة عنها لأنها يعني مش تابعة يعني، بس إنك تعرف إنها هي بتسبب الجرين هاوس غاز. السلفر أوكسايد عبارة عن غازات أرض produced by the chemical interaction ما بين السلفر and oxygen تسبب الأسيد precipitation اللي هي الأمطار الحمضية. الكربون أوكسايد هو عبارة عن تفاعل ما بين الكربون أوكسايد and carbon dioxide بسبب برضو كمان green house gases. وفين الهيدروكربون هي عبارة عن تفاعل ما بين الأورجانيك كومباوند اللي بتحتوي الهيدروجين والكربون اللي بسموها غاز الميثان اللي هي CH4، وبتكون مرات related to chemical smoke and greenhouse gases. يعني فيهم بس هاي معلومات موجودة بتعرفون. الأوزون في عنا طبقتين للأوزون، في عنا طبقة التروبوسفير أوزون، هاي نتيجة من صنع الميد المان ميد اللي هو صنعنا إحنا إن لورا أتموسفير، وفي عنا الستراتوسفير اللي هي هاي الضرورية اللي بتمنع أو تحجب الأشعة الفوق بنفسجية الألتربايلوت وصولها إلى الأرض. هون في عندنا إيفيدنس بحكي إنه الانفيرمنتال ريسك فاكتور بيلعب دور كبير أكثر من 80% من الأمراض اللي عن طريق WHO، يعني إنه في دليل يبين إنه
الانفيرومنتال ريسك فاكتور لها دور كبير ب 80% من الامراض عالميا. حوالي 1/4 all death and the total disease burden can be attributed to the environment. يعني كل هذا الحكي قاعد بيزي على environmental factor كيف دور كبير ب يعني نسيان الامراض والوفيات. هنا في بعض الهيلث افكتس اوف اير بوليوشن على لو ليفل اكسبوجر ممكن يصير عندك الريتيت الهايز وتسبب انفلاميشن اوف ذا ريسبيرتوري تراكت ممكن تتطور لكرونيك ريسبيرتوري ديزيز. هذا التيبل بيهمني تعرفوا انه في عندنا ايش هو نوع البوليوشن بدنا اياه للبارتيكولات او نيتروجين اوكسايد او سلفر اوكسايد السورس تاعهم وين والافكتس تاعهم وين. تمام يعني لما نحكي عن كاربون مونوكسايد بنحكي انه السورس هو الموتور بيكرز اوكي هو شو الافكتس لها هيداك فتيك زي هيك نحكي عنهم بشكل مبسط عنهم السلفر دايوكسيد اند بارتيكولات ماتيريال بتسبب ايريتيت للريسبيرتوري تراكت النيتروجين دايوكسيد بتسبب الاير ريستركشن اللي هي التنفس بصير صعب شوي الكربون مونوكسيد بايندز وذ ايرون ان ذا بلاد هيموجلوبين اللي علاقه بالبلاد بالهيموجلوبين بتسبب الهيداك والفتيك والدراوزنس والديث اوزون بتسبب اذا وصلت الارض بتعمل بيرنينج ايز بتعمل كافيين جست هلا تشيلدرن اند اير بولوشن وجابوا انه كثير من الاير بولوشن جريتر هيلث ثريت تو تشيلدرن ذان ادلتس هلا لانه التشيلدرن بتنفسوا اكثر من الادلت والتشيلدرن بيقعدوا بالبيت اكثر بالبيوت اكثر من يعني الاباء والاندور اصلا هو نسبه الاير بولوشن اعلى فيه من الاوتدور يعني كلهم مرتبطات ببعض. اير بولوشن كان ريستريكت لانج ديفلوبمنت هلا ليش بياثر على الاطفال؟ لانه بياثر على نمو الرئه نمو الشيلدرن بريث مور ذان ادلت الشيلدرن هو ليف ان هاي اوزون اريز ار مور لايكلي تو ديفلوب ازمه يعني الاطفال بيكونوا عايشين بهاي اوزون اريا هذول بيصير عندهم ازمه. Air pollution around the world. هلا في مدن يعني عندهم air pollution كثير سيء يعني تعتبر في دول كثير سيئة مثلا عندك تشاينا يعني هاي هون مثلا الناس السكان بيشوفوا sunlight a few weeks each year وهاي الصين تعتبر من الدول السيئة اللي فيها ضرر الدخان فيها كثير خاصة الصبح طبعا الصين والمكسيكو والهندية وهذولا طبعا developing countries زي بلادنا يعني have older cars بسبب انهم still use leaded gasoline بعد بيستخدموا leaded gasoline وبالتالي هذا بطلع خراب بطلع ملوثات كثير. هاي دراسة انعملت estimated number of death caused by air pollution انعملت بال 2010 على 187 دولة طبعا حاطين دول حاطين كل الوفيات بسبب شو اللي هو الديث بسبب شو يعني مثلا الاردن بسبب الليد كم واحد مات بسبب السكند هاند سموك كم واحد مات بس اطلع عليه وشوف الاردن كيف وضعها مقارنه مع دول اخرى اوكي يعني شوف مثلا الاردن ولبنان مثلا شوف السكند هاند سموك مين اعلى شوفوا لبنان اعلى من الاردن مثلا الوفيات الرادون مثلا بلبنان اعلى نفس الشيء الاكيبيشنال اير بولوشن برضه كمان بلبنان زي هيك يعني شغلات. هلا في عندنا اخر كلاسيفيكيشن بالاير بولوشن انه حسب السبيس سواء اندور ولا اوت دور اندور ولا اوت دور حكينا اندور داخل هاي القاعه داخل البيت داخل المكتب اوت دور خارج زي ما شايفين هون في عنا داخل البيت في عنا بيكون ليفينج روم باث روم هذول يعتبروا داخل. هلا شو يعني اندور اير بولوشن كتعريف هو عباره زي ما حكينا هو عباره عن يعني مواد ملوثه بتحكي على مواد كيميائيه فيزيائيه بيولوجيه بتاثر على صحه الانسان اذا هو عباره عن كيميكال بيولوجيكال فيزيكال كونتامينيشن اوف اندور اير ات مي ريزلت ممكن تاثر على صحه الانسان. هلا بالديفلوبينج كانتريز
السورس الاندور بولوشن ممكن يكون عن طريق البيوماس سموك، اي شيء دخان اللي بيحتوي على مثلا سسبندد بارتيكلات ماتر، نيتروجين دايوكسيد، سلفر دايوكسيد، يعني هاي الشغلات المكونات اللي بتكون موجوده بهذا الدخان.